افتتحناها بالأمس، أولى أيام تدريب المنتخب السعودي لعلوم الهندسة، والتي تم إعداد الطلبة وتركيب البوسترات الخاصة في مقر التدريب، بالإضافة إلى لقائهم بالمشرفين العلميين اللي يكونوا معهم خلال فترة الأربع أيام الماضية. هذا اليوم سيكون الجانب التدريبي منقسم على جزئين. الجزء الأول سيكون بشكل حقيقي داخل مقر المعرض، حيث يكون يتم الطالب فيها إعداد البوستر خاص فيه في المكان الخاص فيه اللي بيكون فيه تحكيم المشروع. بالإضافة إلى ذلك يكون التدرب بشكل عملي من خلال بعض المتطوعين وأيضا أعضاء اللجنة العلمية. إضافة إلى ذلك الجزء الآخر يتم فيه استكمال العمل على تدرب الطلاب وأيضا التأكيد على عدة مهارات، من ضمنها أيضا رفع مستوى الجاهزية خصوصا في مهارات التواصل ومهارات العرض، وأيضا التدرب بشكل حقيقي أمام الطلبة خلال فترات محددة لكل مشروع على حدة، ويتم فيها استكمال أيضا البرنامج التدريبي إن شاء الله خلال اليومين القادمة في مهارات مختلفة ليتم تجهيز الطلبة بشكل كامل وأيضا متنوع.